في الرابع أساسي، سنحتل الجزيرة وسنحصل على الكنز. أوكي، فإذا عنا هول المراحل من رقم 1 لرقم 12، نوصل للكنز بالآخر ونعرف شو هو هذا الكنز. المرحلة الأولى، أجمع الرسوم الصغيرة لأحصل على رسمة متكاملة. يلا يا علي. أول وحدة للتانية. برافو عليك يا علي، يلا كفي. يجعل صورة الأم 6، رقم 6 بالنص. برافو يا علي، هات لنكفي. رقم 4 على اليمين فوق. برافو يا علي، يلا كفي، مزبوط. الوردة بالنص تحت. برافو، برافو يا علي، يلا بعد نقي وحدة. 5 على الشمال تحت. برافو يا علي، ممتاز. يلا رقم 3. برافو يا علي، برافو عليك يا علي. يلا المرحلة الثانية، أجد الطريق الذي يجمع الطفل بأمه. فإذا برافو عليك يا قمر، هيدا هو الجواب الصح، رقم 2. رقم 3، طابق الصور المتشابهة. الأحمر والأسود. برافو يا علي، هيك حزت أول وحدة دغري بلا ما حتى نفكر. برافو عليك. يلا يا أندرو. الخضرة والزرقة. خضرة وزرقة. برافو. البني والموز. برافو عليك يا أنا. يلا آخر وحدة شو هي؟ أصفر وأصفر. أصفر وأورانج. يلا هلأ اللغز الرابع، أستعين بأمي لأعرف ما هي مكونات التبولة. يلا شربي. أول شيء البقدونس. بقدونس صح، كفي. البندورة صح، كفي. فينا نحط مع برغل. برغل، برافو عليك يا شربل. يلا يا هون كريستينا، اعطيني 4. بصل. 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 اوكي. زيت صح. بهار. برافو كريستينا، بهار وملح. اعطيني وحدة بعد. برافو، برافو يا كريستينا، نعنع. الحامض. برافو حامض، معقول ما نحط حامض للتبولة؟ ما هو أطيب شيء فيه هو الحامض. برافو عليكم، يلا هيدي المرحلة خلصت. إلي، حيوان كبير يعيش في الغابة، لونه رمادي. فيل. برافو، برافو يا إلي، مزبوط. يلا جيال. لا. شيء مهم جداً تحتفظ به أمي في الحقيبة ويحتفظ به أبي في جيبه. مفتاح البيت. برافو، برافو جيال، المفتاح. إذا ضاع مصيبة بنقعد برا. هلا حسين. نعم. رقم 3، عامل يحمل المعول والرفش. فلاح. فلاح. برافو، برافو. آلة موسيقية هيها رقم 4، في ي وفي ألف. برافو عليك يا إبراهيم، هيدا هو الجواب. رقم 5، موهبة من المواهب هي موجودة هون. 1 2 3 4 5. يسبح. برافو، السباحة. برافو، هيدا هي الموهبة، سباحة. ما اسم الصبي الذي يتحول إلى كائنات قوية لمحاربة الأشرار عند الضغط على الساعة؟ جوليا. نعم. برافو، برافو يا جوليا. يلا جوزيف رجع شارك معنا جديد. أوكي، أحل هذا اللغز مستعينا بحروف الأبجدية. ما هي الشجرة يا جوزيف التي ليس لها ثمار أو ظل؟ شجرة. مظبوط. مين قالها؟ جوزيف. برافو يا جوزيف. شجرة. بعد في النص الثاني. برافو. برافو. مين قالها؟ أنا. مين؟ جود. برافو عليك يا جود. فإذا خلصنا هاي المرحلة، رح نبلش هلأ مرحلة رقم 7. يلا يا جوليا. جوليا ولامار، أستعين بأمي لأعرف ما هي مهامها في يوم واحد. تطبخ. تطبخ صح، طبيخ.
يعني تحضير الطعام. شو بتعمل كمان؟ تنظف. تنظف، برافو. تنظيف، برافو. يلا لمار اعطيني كمان. لمار تدريس. برافو برافو عليكي، بتهتم بالولاد وبتدرسهم، برافو. يلا لمار شو كمان بتعمل؟ اوكي بتروح غسل. بتروح بتتسوق، برافو برافو. غسيل. واخيرا شو بتعمل؟ برافو. اسم الله عليكم، يعني بتنظف. الاهتمام بمهنتها اذا وجدت. اسم الله عليكم، خلصناها بسرعه. يلا المرحله اللي بعدها، صرنا هلا بمرحله رقم 8. يلا عنا لغز جديد. أحل هذا اللغز مستعينا بحروف الأبجدية. ماذا يوجد بين السماء والأرض؟ برافو برافو، صح، حرف الواو. برافو عليك يا لينا. رقم 9. يلا جويس فكري معي. أنا شيء أهدى للآخرين أعبر عن الحب مملكة فصل الربيع. برافو عليك. فإذا وردة، فينا نقول وردة. انت امي، انت نبع على حنين.